الصحية، تفاعل كبير الحقيقة في الملعب الكبير ملعب يوكوهاما الدولي. نيانغ والضربة الترجيحية الأولى لمصلحة فريق نادي السد. إذن السد والضربة الترجيحية الأولى الهامة أكيد، ولدينا سوغينو حارس مرمى كاشيوا ريسول، والضربة الترجيحية الأولى إذن أمامنا. اصطف كل لاعبين فريقين في الأماكن المخصصة. نيانغ يتقدم، نيانغ يسجل، نيانغ لا ينجح مامادو نيانغ في تسجيل الضربة الترجيحية الأولى لمصلحة فريق نادي السد. حط الكرة على يمين حارس المرمى سيغونو وبالتالي سجل الهدف. والآن يظهر الصقر محمد صقر، كثير من المباريات حسمها محمد صقر، وبالذات يعني سواء مع منتخب قطر أو مع نادي السد وحتى في المباراة النهائية. إذن لكاشيوا ضربة ترجيحية الأولى بواسطة فاغنر. فاغنر الضربة الترجيحية الأولى، فاغنر البرازيلي ومحمد صقر القطري، وفاغنر الضربة الترجيحية الأولى لكاشيوا. فاغنر يسدد في نفس المكان اللي سدد فيه نيانغ، وبالتالي صارت 1-1. الضربة الترجيحية الأولى لكل فريق، يعني نيانغ نجح، فاغنر نجح، الآن كيتا الضربة الترجيحية الثانية لمصلحة السد. لاعبي فريق كاشيوا مصطفين كما هو واضح، بالقرب منهم فريق لاعبي فريق نادي السد، بين الفريقين مساعد الحكم وحكم المباراة اللي يتتبع ومتواجد في المكان المخصص له، وعبد القادر كيتا على تنفيذ الضربة الركنية أو الضربة الترجيحية الثانية. كيتا يسدد، حلو يسدد عبد القادر كيتا الضرب. شوف كنا نقول قبل ان تبدا المباراه ان الفريقين عامل الجد حاضر، لان المركز الثالث يبحث عنه الفريق الياباني، يبحث عنه الفريق القطري، لذلك عامل الجديه كان مسيطرا على اجواء المباراه بشكل عام وحتى في الضربات الترجيحيه. هنا الضربه الترجيحيه الثانيه لمصلحه كاشيوا ريسول، اللاعب البديل راح يلعب الضربة الترجيحية الثانية. يتقدم وصقر في المرمى أيضا، أنت تلاحظ معي هنا ساوا يسجل طبعا الضربة الترجيحية الثانية لمصلحة كاشيوا. لكن تلاحظ معي الضربات الترجيحية والأهداف الأربعة كلها على يمين حارس المرمى، وهذا المرمى الأيسر البرازيل رونالدو سجل هدفين وفازت البرازيل ببطولة كأس العالم. اليوم الضربات الترجيحية لغاية الآن الأربع كلها على يسار حارس المرمى، أولا سوغينو وبعد ذلك محمد صقر. نشوف الآن إبراهيم ماجد وين راح يلعب الكرة. إبراهيم ماجد ضربة ترجيحية ثالثة. هو إبراهيم ماجد عنده تسديدات قوية، لكن أتمنى أنه ما تكون بعيد، أتمنى أنها ما تكون بعيد. إبراهيم ماجد تنفيذ الضربة الترجيحية الثالثة. إبراهيم خلاص راح إبراهيم، يعني هذه من الكرات لاعب عنده تسديدات قوية، خلاص إذا كانت يعني بهذا الشكل ما يقدر لها حارس المرمى، لا سوغينو ولا غير سوغينو، لأن التسديدة قوية. وأنت تلاحظ معي أن كل الكرات الآن الخمس ضربات الترجيحية اللي تم تسجيلها كل الكرة على يمين حارس المرمى سواء سوغينو أو صقر. الآن الضربة الترجيحية الثالثة لكاشيوا ريسول. ما ضيع وعد، ضيع انت والله. يبدو ان اللاعب ساكاي، شكله ساكاي والله شكله. شوف اللاعب ما ادري والله، العلم عنده صاحب العلم، لكن اللي يسوي لك هالحركات اللي يحط الكره ويخلي الكره وما الى ذلك دليل ربما يكون على ارتباك. الضربه الترجيحيه الثالثه مرتاح. اوه نعم نعم، كان صقر في الموعد، كان صقر في الموعد، وبالتالي اللاعب اللي ظهر عليه الارتباك. احنا لاحظنا الضربات الترجيحيه السابقه، خلاص اللي تقدم. وشوف اول ضربه ترجيحيه على يسار حارس المرمى يتمكن منها، اذا برافو محمد صقر. الضربه الترجيحيه هنا تضيع من هياشي، هياشي اللاعب البديل ضيع الضربه الترجيحيه. شنو المطلوب الان؟ الان من لاعبي فريق نادي السد يسجلون، اللاعب القادم يسجل ان شاء الله وباذن الله يتمكن. طبعا الضربه الترجيحيه باذن الواحد الاحد يتمكن منها
الترجيحية الرابعة، التقدم جول، برافو، الضربة الترجيحية الرابعة يتمكن منها مباشرة حسن الهيدوس، والسد الآن يسجل الضربة الترجيحية الرابعة وبقت. عاد والله يضيعها الآن اللاعب الياباني، يضيعها اللاعب الياباني، تنتهي قبل النهاية، تنتهي قبل النهاية، يسويها أبو صقر، يسويها أبو صقر، يعملها أبو صقر اليوم، اليوم اليوم الخاص يعملها أبو صقر، وبالتالي للمرة الثانية قبل النهاية مثلا الضربة الترجيحية الهامة الرابعة، أبو صقر وين؟ أبو صقر وين؟ لكن في المرمى، في المرمى، ما عليه، ما عليه، الآن الحسم أوتاني، أوتاني يسجل، لكن لدينا هياشي يضيع. شو المطلوب الآن؟ المطلوب من المتقدم يريح أعصابنا كلنا، خلاص يريح أعصابنا ويسجل، ويسجل الهدف ويدخل السد التاريخ ويحصل على المركز الثالث إن شاء الله، إن شاء الله. من اللاعب على تنفيذ الضربة الترجيحية الخامسة، الخامسة يا بلحاج، الخامسة يا بلحاج، يا بلحاج في الجول، يا بلحاج في الجول، يا بلحاج في الجول، جول من الضربة الترجيحية الخامسة مرة أخرى، السد، السد في مختلف الملاعب، من مختلف الملاعب وصولا إلى المباراة النهائية. البطل كان محمد صقر في النهائي، اليوم الثالث والرابع البطل محمد صقر، والأبطال نادي السد، والأبطال اللي سددوا الضربات الترجيحية نيان كيتا، إبراهيم ماجد، حسن الهدوف، وأخيرا الجزائري الرائع ابن الخضرة يسجل الضربة الترجيحية الخامسة ويعطي المركز الثالث لفريق نادي السد. برافو للسد، برافو لعيال الديب، عود ديب في اليابان، واليابان تشهد وتسجيل التاريخ للفريق السد، ثالث أندية العالم هنا بالفوز على كاشيوا ريسول بضربات الترجيح التي تبتسم مرة أخرى. طبعا في فضل كبير للصقر محمد صقر، لأن السد كرة هياشي، لاحظ الصقر يظهر الآن الابتسامة العريضة، الابتسامة الكبيرة للفريق السداوي في اليوم الخاص لقطر، لدولة قطر التي تحتفل بعيدها الوطني. يأتي نادي من قطر الآن ويحقق المركز الثالث اللي للمرة الأولى في تاريخه يشارك في كأس العالم للأندية، للمرة الأولى يحصل على المركز الثالث. إذن الآن السد مع الأهلي المصري يعني يكونون حققوا هذا المركز، المركز الثالث. أسبق شقيق النادي الأهلي المصري 2006 أيضا في اليابان عندما فاز على أمريكا المكسيكي 2-1، اليوم بضربات الترجيح الشقيق القطري للمصري الأهلي يسجل أيضا حضوره ويفوز هنا في اليابان بضربات الترجيح التي ابتسمت. شوف الآن هذا لاعب السد اللي هو لي جونغ سوك ارتدى، وتبادلوا اللاعبين طبعا القمصان، فألف مبروك، ألف مبروك للسد إدارة ولاعبين وجماهير الحصول على المركز الثالث، نجاح كبير لعيال الديب. عود ديب مرة أخرى في اليابان وعانق الميدالية البرونزية والتواجد طبعا في المنصة لتتويج السد بالمركز الثالث، فألف مبروك للسد.